اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي بعد اجازه العيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير. اكيد قضينا اجازه لطيفه وجميله الحمد لله رب العالمين، ولكن لنا هدنه شويه مع المطبخ. المطبخ محتاجين نقف وقفه صدق مع بعض كده، وقبل ما ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا نعمل عمليه تشيك على التلاجة، نشوف التلاجة فيها ايه، ديب فريزر، بواقي لحمة، الحاجات اللي موجودة في التلاجة، درج الخضار، الادراج بتاعة المطبخ وهكذا، قبل ما ننزل نشتري الحاجة ونبقى في عملية تبذير عندنا. أنا النهاردة حبيت يكون مع بداية الأسبوع إن شاء الله يكون معانا الأكل بتاعنا لطيف وبسيط. هنعمل الكوسة النهاردة بطريقة جديدة. كوسة معروفة كوسة بالبشاميل اللي بتاخد لحمة مفرومة، أنا هعملها النهاردة بصدور الفراخ، نسبة الدهون فيها قليلة بالتأكيد. معانا الكوسة لطيفة وجميلة، وهنعمل بشاميل بحليب الدسامة بتاعته قليلة. هنعمل النهاردة طبق شوربة جامد جدا، شوربة المشروم بالكرفس. كلنا عارفين ان الكرفس ملك الشوربه، الكرفس بيمتص الدهون اللي موجوده في الجسم، الكرفس بيعالج مشاكل الكوليسترول، فمعانا المشروم كمان بروتين نباتي لطيف وجميل وامن، هنعملها شوربه النهارده بطريقه صحيه ونشوف هنعملها ازاي. معانا بيتزا النهارده بهديها للاطفال الحلوين اللي سمعوا كلام بابي وماما وقعدوا في البيت وقضينا عيد حلو مع بعض، هنعمل لكم بيتزا بالخضار بالزيتون، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن مش في الفرن، في الطاسه، هخليكي تعمليها على عين البوتاجاز وتبقى مستوية من ناحيتين وزي الفل. طبعا السلطة بتاعت النهاردة سلطة مميزة جدا، سلطة التشكيلة من الخضار بالتفاح الأخضر مع خل التفاح. كلنا عارفين خل التفاح كمان بيقلل الدهون ويمتص الدهون وبيقلل الوزن، واللطيف جدا كمان بيعمل بيلعب دور كبير جدا في عملية الهيلسي بتاع الأكل بتاعنا وبيساعد على التخسيس. تفاصيل كتيرة في الحلقة، مش عايز طبعا نتكلم ونضيع وقت في الموضوع، خلينا نخش على العمل بتاعنا ونشوف ازاي نعمل أكل بسيط وسهل ولكن قيمته الغذائية عالية جدا وهيلسي بعد أجازة عيد، وفي نفس الوقت كمان مفيد جدا. وتعالوا مع بعض نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف خط سير الحلقه يبدا ازاي. معانا كوسه هنعملها النهارده بالبشاميل مع دجاج مفروم بديل للحمه المفرومه، نسبه الدسامه فيه قليله، ومعانا شوربه المشروم، الاثنين هنشتغل فيهم مع بعض علشان احنا واقفين على النار يبقى في نفس الوقت بيتب الاكل بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض مقادير الكوسه بالدجاج. جرتان، المقادير على الشاشه. كوسه بتتقطع بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بتختارها بنفسك، ويا ريت تنزلي تشتري الخضار بنفسك، حاجة حلوة، تبقى عارفة تعملي الكوسة محشي، هتعملها بشاميل، هتعملها يخني زي ما أنت حابة. معانا صدور فراخ اتفرمت وجاهزة، معانا بصل وتوم، والبشاميل بتاعنا معلقتين دقيق مع شوية حليب الدسامة بتاعته قليلة، وده موجود في السوبر ماركت، وما تنسيش طبعًا مكعب زبدة أو إنك أنت تستخدمي زيت زيتون. البساطة والسهولة والمرونة عندنا. أول حاجة هنبدأ بيها يا عم الشيف عشان نستغل الشوربة بتاعة الكوسة، هنسلق الكوسه بتاعتنا شويه. ميه بتغلى على النار، بنحط فيها شويه ملح صغيرين، واحنا اتعلمنا من الشيف المغازي الملح مع الميه المغليه على النار بيخلي لك الخضار لونه اخضر. الكوسه لما نحطها في ميه مغليه مع عصره ليمون لنا هدف هنا، الهدف الاول ان انا بحافظ على خضار وجمال الكوسه، شايفين ازاي؟ والهدف الثاني عصره الليمون علشان اي جراثيم اي مشاكل احنا نتخلص منها كده وتبقى الكوسه معقمه ومسلوقه زي الفل. وفي نفس الوقت انا عايز استفيد بالشوربه بتاعه الكوسه دي او الميه بتاعتها في عمل البشاميل. شفت بقى التركايه؟ لان بالتاكيد فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. نستغل الفرصه واحنا واقفين على النار نحمر الدجاج بتاعنا. بصلايه ناعمه، فص توم حلو محترم، هنستخدم الماده الدهنيه معلقه زيت زيتون، ما نكترش زيت الزيتون كده بقدر الامكان تهربي من الدهون. البصلايه كده تحمر بالشكل ده كده اهو، والبصلايه بتتحمر بنحط فص توم حلو بالشكل ده كده، عايزين فليفر وعايزين طعم حلو. معانا روزماري اهو زي الفل لسه طازه، معانا زعتر حلو كمان اهوت. انك تنوعي ويكون في روزماري وفي زعتر في الاكل بتاعك ده مهم على فكره، المعده بتفرح بالحاجات ديت اهو. وادي الروزماري، ننزل باللحمه المفرومه او الفراخ بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. هتفرميه ازاي ده؟ بتحط صدر الفرخه في الكبه، شيل دي من هنا كده
اهو البصلية لما بتتحمر وبتاخد لون بتدي طعم اهو. شوف بقى التركية اللي هعملها دلوقتي، عايز الفراخ دي تستوي بسرعة. عندك مية بتغلى على النار، انا حاطط فيها الكوسة بتتحب تستوي، باخد شقشاء منها كده واشرب الفراخ دي كده اهو، هتلاقيها فكت معاك دلوقتي وزي الفل. بتجيب صدر الفرخة تحطيه في الكبة او تنزليه في المفرمة، شايفين الروزماري مع الزعتر ريحة حلوة زي الفل. ادي المطبخ بالشكل ده كده. تعالوا مع بعض نحط شوية شوربة من شوربة الكوسة اهو زي الفل تمام. ادي المية بتاعتنا اللي بتغلى على النار، اللهم صل على النبي اهي. شفت ازاي اهو اهو اهو، الله استوت الفراخ. هتلاقيها معاك دلوقتي عامله زي البرغل وانت بتفلفليه اهو. شفت الجو ده كده، عشان تبقى بديل للحمه المفرومه. عايزه تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل استخدمي فراخ مفرومه، عايزه تعملي كوسه بالبشاميل استخدمي فراخ مفرومه، عايزه تعملي بيتزا للاولاد ما تحطيش الفراخ نيه على وش البيتزا، حطها مستويه زي دي كده تبقى لطيفه وجميله والاولاد يحبوها اهو. عايزه تعملي مثلا كانينولي بديل للحمه المفرومه استخدمي فراخ مفرومه، بقدر الامكان نسبه الدهون فيها قليله والدسامه فيها قليله غير اللحمه، بتخلي الفراخ كده على جنب بالشكل ده كده. وتعالوا نعمل مع بعض شويه بشاميل او الوايت صوص بتاعنا. طاسه على النار، هنستخدم زبده ولا زيت، هي معلقه زيت زيتون بالشكل ده كده اهو، بس انا هعمله بطريقه جديده اهو. ما اعمل ايه، باخد بصلايه حلوه اهي في قلب الطاسه مع معلقة الدقيق بتاعتي، بشاميل فيه بصل يا شيف اه، حاجة جديدة جربيها وقولي رأيك فيها اه. وحط المعلقة الدقيق بتاعتي على البصلاية اهي، شوية الوايت صوص بتاعنا اهو، الدقيق يتحمر مع البصلاية كده. هي الفكرة كلها، أنا عارف إن أنتوا شطار في المطبخ وبتعملوا أكل حلو وكل حاجة، ولكن أنا لما بخش في تفاصيل أكلة سواء في التركيبة بتاعتها والماتيريال بتاعها بنوضح القيمة الغذائية لكل حاجة احنا بنستخدمها، وفي نفس الوقت كمان في بقى في تركاية هي سر نجاح الأكلة. معانا اتصال مين من الحبايب؟ طيب احنا شايفين الحليب اهوت، سقطه كده اهو، التقليبة دي كده اهو، شفتي بشاميل سلية وسهل. طحال طبعا يعتبر من حلويات الايه؟ الدبيحة يعني. فممكن برضه يتعمل بطريقة سهلة، بيتحط في مية مغلية يتسلق مع بوكيه جرنيه من الكرفس والبصل والثوم. بعد ما بتسلق بنشيل طبعا الجلدة بتاعته ويتقطع ونعمله بالصلصة، نعمله طاجن زي ما احنا عايزين. البشاميل بتاعي ده اديله دعم كده بشوية شوربة حلوين من الشوربة بتاعت الكوسة اهي اهي، شايفين اهي شوربة الكوسة اهي تخش كده مع البشاميل. البشاميل بتاعي انا ما حطيتش شوربة فراخ ولا شوربة لحمة، حطيت عندي شوربة الكوسة اللي بتغلى على النار اللي الكوسه بتستوي فيها اه. يعني ممكن يا شيف ممكن تستخدمي شوربه لحمه او فراخ، بس احنا اتفقنا مع بعض النهارده الحد من كل اسبوع كالعاده بنعمل اكل صحي، اكل هيلثي، بنعلمك ازاي تعملي اكل بقدر الامكان تهربي من الدهون والدسامه اللي موجوده في الاكله، في المكونات بتاعه الاكله، سواء زبده، سواء زيت، سواء سمنه وهكذا اه. البشاميل بتاعي طلع زي الفل، ما فيهوش زبده ولا اي حاجه، هي معلقه زيت صغيره حمرت فيها البصله، نزلت بالدقيق، نزلت بالحليب، خد القوام بتاعه مع بشاميل اهوت لطيف وجميل. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي زي الفل. بنجيب الكاسرولة اللي احنا هنشتغل فيها، اللي احنا هنكون فيها الاكله بتاعتنا او نجمع فيها الاكله بتاعتنا اه. تعالي يا حلوه، اللهم صل على النبي اه. هنا بقى القرار قرارك، ايه هو؟ انت عايزه الفراخ دي معاها صوص طماطم حط صوص طماطم، عايزه الفراخ بيضه كده تبقى زي الفل مع الكوسه زي ما انت عايزه، يعني لك الاختيار. ممكن تكون صينيه الكوسه بالبشاميل فيها طماطم من الداخل او غير طماطم، تحط معلقه كاتشب، معلقه معجون طماطم، ولكن للامانه انا عايزها بيضه زي الفل، فراخ مش عايزه. ولكن خلينا نحط شويه شوربه هنا كده اهو بالشكل ده كده على الفراخ بتاعتي، تبقى هنا استوت سوا كامل زي الفل تمام. وعندي الكوسه جاهزه بصفيها كده اهي، الميه بتاعتها اهي، واخدها كده
وتعالوا مع بعض نكمل هنا مع بعض. ادي الكوسه بتاعتنا نسقطها هنا كده، شايفين التسويه بتاعتها، وفيتها شويه كده اهو، واحط شويه بشاميل صغيرين. الله، حلو قوي. مش لازم تاخد بيض، وخرجنا بيقول لي نحط لها بيض، مش لازم. وادي الفراخ بتاعتنا، فيها الزعتر وفيها الروزماري. بقدر الامكان هي هنا دلوقتي نسبه الدسامه فيها يعني ممكن 30%. يعني الفراخ برضو مهما كان هي فيها شويه دهون صغيرين. شويه كوسه عندنا اهي، وفيها كل حاجه. صينيه الكوسه دي بتدور على القيمه الغذائيه، موجوده البروتين، موجود الالياف، موجوده. الله، زي الفل يا عم الشيف. اسويها كده وانزل بشويه البشاميل اللي بتوع الحلوين دول كده، شايفه كده؟ تنظيم تيست عالي. الروزماري والزعتر هنا سيد الموقف. طعم الكوسه مع رشه الملح وعصره الليمون في قلب الميه لطيف وجميل. بقدر الامكان ما كترتش بشاميل كتير. عايزه تحط شويه جبنه على الوش، حطي معانا جبنه اهيت، ما تحرمهاش من الجبنه. الجبنه اللي معايا هنا جبنه رومي، هنحط شويه جبنه رومي حلوين اهي مبشوره. شفت الجو ده كده اهو. وجربي صينيه الكوسه بالطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعد فين؟ عندنا السوشيال ميديا، التواصل على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، صفحة أكلة أمي. قولي رأيك في صينية الكوسة اللي أنا عملتها دي النهاردة بالطريقة الجديدة، جواها لحمة جواها دجاج مفروم من غير طماطم عشان نستطعم الفراخ، البشاميل بتاعي بطريقة جديدة، وش المكرونة هنا أو وش الكوسة هنا جبنة رومي مبشورة بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده أهو في قلب الفرن بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا، الصورة من داخل الفرن بتتحدث عن نفسها. ايه الحلاوه دي؟ هرم غذائي، بروتين موجود، نشويات موجوده، الياف موجوده، جبنه وفليفر عالي موجود. وننظر ايه الحلاوه دي يا شيف؟ تسلم ايدك يا شيف. اهو اهو اهو، ادي الكوسه هطلعها اهي جاهزه، جيت في وقتك. عينيا. طب نبص على الكوسه كده وندلعها كده، الكوسه الحلوه دي كده اهو. دي مش باللحمه المفرومه، دي بالدجاج المفروم والجبنه الرومي عامله عمايلها، والريحه الحلوه اللطيفه الجميله اهي. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي اهي. دلعها لي يا شفيق، حلو قوي. نرجع للمشروم بتاعنا اللي على النار. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، في افكار حلوه. خارجين من اجازه العيد، كل عام وحضراتكم بخير، ويعود علينا الايام الحلوه بخير ان شاء الله على كل افراد الاسره وكل العائله. قدرنا ان احنا برضو نطلع بنعمل حاجه جديده ونريح مطبخنا شويه من المحمر والمشمر والفته والطواجن اللي شفناها في العيد، ونعمل اكل لطيف قيمته الغذائيه عاليه جدا بتناسب افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.